قال عز وجل ما يملكون من قطمير، فهم لا يملكون حتى النوى، وكذلك لا يملكون القشرة التي فوق هذه النوى. وقطمير هنا نكرة في سياق النفي، فتعم أي قطمير، لأن القطمير يختلف باختلاف النوى، فمنه ما هو صغير وما هو كبير. وأكد هذا العموم بمن الزائدة، الأصل ما يملكون قطميرا، فمن هنا زائدة. وقلنا مرارا إن الزيادة إنما هي في الإعراب، أما من حيث المعنى فليس هناك حرف زائد في كتاب الله عز وجل، فكل ما في كتاب الله عز وجل فله معنى، وهذا المعنى من باب توكيد نفي ملك هؤلاء لهذا القطمير. ولذا يقول بعض العلماء يقول النكرة إذا كانت في سياق النفي وزيد قبلها من، فهذا من باب التنصيص والتأكيد على هذا العموم.